بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي مدارس العبير الأهلية، مرحبا بكم في الصف الخامس، مادة الاجتماعيات، الفصل الدراسي الثاني. سوف نتكلم اليوم في الوحدة السابعة، مؤسسات الدولة، الدرس الرابع عشر، الحماية الاجتماعية والصحية. الحماية الاجتماعية والصحية. الحماية الاجتماعية والحماية الصحية. الحماية الاجتماعية مثل الوزارة التي تمثلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. طيب هنا الحماية الصحية، الصحة، وزارة ايه؟ وزارة الصحة، وزارة الصحة. طبعا ده شعار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وده شعار وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما هي الأعمال والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة العربية السعودية؟ حماية النساء والأطفال الذين ينالهم العنف والإيذاء، توفير دور الملاحظة والرعاية لصغار السن الذين يصدر نحوهم عقوبات، رعاية الفتيات وتوفير السكن لهن، متابعة أحوال المواطنين والمواطنات الذين يحتاجون إلى المساندة وإرشادهم. كل هذا هي الأعمال والخدمات التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الحماية الاجتماعية، من خلال الحماية الاجتماعية. أبناء طلاب نشاط واحد، صفحة 87 في الكتاب المدرسي، تقدم مؤسسات الدولة خدمات الاجتماعية لحفظ حقوق أفراد المجتمع الذين تحدث لهم المشكلات داخل الوطن أو يكون في أوضاع لا يستطيعون فيها حماية أنفسهم، فتقدم لهم الحماية، أو الذين يخالفون النظام وهم صغار السن فيتابعون ويلاحظون. إيه اللي إحنا نستنتجه؟ ألف، ماذا نستنتج من هذا الكلام أو هذا المحتوى؟ نستنتج منه اهتمام الدولة بحقوق المواطنين ورعايتهم، اهتمام الدولة بحقوق المواطنين ورعايتهم وحل المشاكل داخل الوطن. كل ده بتقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ناتي لتاني شيء، وزارة الصحة، وزارة الصحة. تقدم الوزارة خدمات عديدة للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين من خلال مراكز الرعاية الصحية والأولية والمستشفيات والبرامج الصحية لتوعية المواطنين. ده طبعا شعار وزارة الصحة. ما مراكز الرعاية الصحية الأولية؟ هي مراكز صحية تنشأ في الأحياء لتقديم الخدمات الصحية والوقائية في مستوى عام، ثم يحال من يحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات. في وطني المملكة العربية السعودية منشآت طبية كبيرة تسمى المدن الطبية، وهي مستشفيات كبيرة لعلاج المرضى. يبقى الرعاية الصحية الأولية دي حاجة موجودة في الأحياء، إذا احتاج المواطن خدمة أكبر أو رعاية أكبر متقدمة يحول إلى المستشفيات، ثم إلى تسمى المدن الطبية. وفي بلدي وفي وطني المملكة العربية السعودية، أبرز المدن الطبية السعودية مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، مدينة الملك سعود الطبية بالرياض. اتنين، مدينة الملك فيصل الطبية في عسير. ثلاثة، مدينة الملك فهد الطبية بالرياض. أربعة، مدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض. ننتقل أبناء الطلاب إلى ما معنى هيئة الهلال الأحمر السعودي وما يقدمه هيئة الهلال الأحمر السعودي. تقدم الهيئة الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة والعاجلة
للمواطنين والمقيمين والزائرين، وخدمات نقل المرضى والمصابين في أنحاء وطني المملكة العربية السعودية. ده شعار هيئة الهلال الأحمر السعودي. ده ملخص درسنا أبناء الطلاب، وبالتوفيق دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.